جرى اتصال هاتفي اليوم بين حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه واخي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكه العربيه السعوديه الشقيقه وتم خلال الاتصال الهاتفي تبادل التهاني والتبريكات بمناسبه عيد الفطر المبارك سائلين المولى عز وجل ان يعيد هذه المناسبه الكريمه على الشعبين والبلدين الشقيقين بالمزيد من الازدهار والرفعه والتقدم وعلى الامتين العربيه والاسلاميه بالخير واليمن والبركات